عليكم، مرحبا بكم في قناه سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد الكيك تيجي زوين بزاف بالتفاح وبالمكسرات وبيضه واحده فقط. الا كنتم اول مره تزوروا القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، ديروا لي لاجيم هكا باش يوصلكم كاع الجديد. اول حاجه غادي ناخذ البيضه ديالنا، غادي نديروا معاها 120 غرام ديال السكر سنيده، ساشي ديال لافاني، تقدروا ديروا حتى جوج ديال لي ساشي. غنطربوا هاد العناصر كامله بالطراب الكهربائي. من بعد غادي ناخذوا كاس لاروب ديال الزيت وغادي نزيدوه تدريجيا على هذا الخليط وحنا تنطربوا. بعد غادي نزيدو كاس ديال الحليب عادي بحراره المطبخ تقريبا 80 مليلتر ونعاودو نطربو هاد العناصر كامله. دابا غادي نزيدو الدقيق وغادي نزيدو خماره ونصف. بالنسبه للدقيق يقدر يدخل لكم 150 غرام، ما بين 130 حتى 150 غرام ديال الدقيق. ونعاودو نطربو كلشي بالطراب الكهربائي. دونك هذا هو القوام ديال الكيك. بالنسبه ليا انا راه دخل 150 غرام ديال الدقيق. غادي نخلي هذا الخليط جانبا وندوزو نديرو داك الفوق اللي غادي نغطيو به الكيكه ديالنا. بالنسبه للوجه ديال الكيكه هنا غادي نديرو فيه، عندي هنا الشوفان، عندي شويه ديال اللوز هكا قطعته طريفات صغيورين، عندي واحد التفاحه اللي حكيتها في الحكاكه البيضه بالقشره ديالها وعصرتها من داك الماء ديالها مزيان، وعندي هنايا بسكوي هنري حتى هو قطعته طريفات صغيورين. دونك غناخذ طبسيل هكا كبير غادي نمزج فيه هاد العناصر كاملين. مع هاد التفاحه نحاولو نخلطو هادشي، نخلطو بيديا من الأحسن باش يجيني ساهل. اللي عندو زبيب، تمر، أي مكسرات تتبغيو، كاوكاو، الحاجة اللي عندكم متوفرة ولا اللي تتبغيوها تقدرو ديروها، ماشي بالضرورة هادشي اللي درت أنايا، غير هو التفاح اللي ديروه تيجي تا هو زوين. نزيد معاهم أيضا واحد المعلقة صغيرة عامرة ديال السكر الأسمر تيعطيهم واحد اللذة زوينة. هذا اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه ماشي بالضرورة. صافي دابا جبت المول ديالي، غادي نخوي فيه الخليط ديال الكيك. المول 26 سنتيمتر، ولا بغيتو تجيها تجيكم الكيكة عالية ديروا قل من 26، ديروا 22 ولا 24، هكا غتجي شويه مسطحه الكيكه ما غتجيش طالعه بزاف. هادشي اللي بغيت انا، ما بغيتش زعما تجي عاليه القدر اللي طلعاتو مزيان. وغادي نبدا ندير المكسرات اللي درت هكا فوق منها. الفران ديالي مشعول على 180 درجه، انا شاعله الفوق والتحت، عندي فران ديال الضو. صافي وغادي ندخلها الطيب ونخليها تحمر شويه من الوجه ابخي، ومن بعد نتلاقاو. بالنسبه للكراميل اللي غادي نسقيو به الكيكه ديالنا من بعد ما تخرج من الفران، خديت هنا 35 غرام ديال السكر سنيده، غادي نشعل عليها العافيه ونخليها حتى تولي كراميل. وهنايا موجده نص كاس ديال الحليب سخون اللي غادي نخوي على الكراميل. دونك ملي غادي يولي ليا كراميل غادي نرجع عندكم. كي تشوفوا من بعد ما ولا ليا هكا كراميل غادي نبدا نزيد عليه داك الحليب الساخن بشويه بشويه. انا غنزيد غير معلقه هكا بمعلقه ونحرك باش ما يفادش عليا، حيت راه خطير. دونك دو بالكم وحركوا بالملعقه الخشبيه، اشك فوا نزيد ملعقه هكا غير شويه ونحرك. هو غادي يتحجر معاكم في الاول، ولكن غير بقاو تحركوا حتى غادي يرجع عادي بحال الكراميل.
غادي نخليها هكا واحد جوج دقائق فوق العافيه، غير جوج دقائق صافي ونطفي عليه، وانا تنحرك حتى يذوب معايا داك التكتلات كامله اللي تكتلات، وردوا البال مع وجهكم ومع يديكم حيت راه ساخن بزاف. من بعد ما طابت لينا الكيكه كيف تتشوفوا هانتوما تتجي على هذا الشكل، هذا هذا هو السمك نورمالمون اللي خاصو يكون فيها، ما خاصش تكون عاليه على هذا السمك. هذا غادي ناخذ واحد العود هكا خشبي ونتقبوها، نديرو فيها هكا غير ثقوب صغيوره حيت غادي نسقيوها بالكراميل وبغيناه يدخل حتى شويه لداخل، ما نتقبوش بزاف ولكن غير شويه باش تعلق لينا من الداخل وتجي طيبتها زوينه. صافي وغادي ناخذ داك الكراميل اللي صاوبت، ها نتوما كيف تتشوفوا كيفاش جا على هاد الشكل هذا، وغنبدا نخوي عليه هكا من الفوق هكا شكل خطوط، ولا حتى اللي بغى يدهنوا في وجهها يقدر يدهنوا بشي بانسو. انا غنديرو غير هكا بشكل عشوائي، صافي ونتلاقاو باش نقطعو منها مغصون نشوفوها كيفاش جات.